الله أكبر. تجمع كتاب والبيت شهداء سوريا يستهدف مراكز تجمع قوات طاغية بشار الأسد 15-12-2012. الله أكبر الله أكبر. 15-12-2012 قوات الجيش الحر الباسلة تدك معاقل قوات الطاغية بشار الأسد بقذائف الهاون. الله أكبر. 15-12-2012 الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تجمع كتاب والبيت شهداء سوريا يستهدف قوات الطاغية بشار الأسد بقذائف الهاون 15-3-2012 الله أكبر الله أكبر. تجمع كتاب والبيت شهداء سوريا يستهدف مراكز تجمع قوات الطاغية بشار الأسد 15-12-2012 الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تجمع كتاب والبيت شهداء سوريا يدك معاقل قوات الطاغية بشار الأسد بقذائف الهاون 15-12-2012 الله أكبر. قوات الجيش الحر الباسلة تدك معاقل عناصر الطاغية بشار الأسد بقذائف الهاون 15-12-2012 الله أكبر الله أكبر. 15-12-2012 تجمع كتائب والبيت شهداء سوريا يدك معاقل الطاغية بشار الأسد وجنوده بقذائف الهاون الله أكبر الله أكبر. 15-12-2012 قوات الجيش الحر تستهدف مرابط الطاغية بشار الأسد الله أكبر. 15-12-2012 الله أكبر الله أكبر. سوريا الله أكبر الله أكبر. استهداف كتائب الأسد من قبل تكتل شهداء سوريا الله أكبر. 15-12-2012 استهداف عناصر الطاغية بشار الأسد بقذائف الهاون 15-12-2012 قوات الجيش الحر تدك مرابط قوات الأسد الطاغية 15-12-2012 الله أكبر الله أكبر. كتاب والبيت شهداء سوريا تستهدف قوات الطاغية بشار الأسد بقذائف الهاون 15-12-2012 تجمع كتائب والبيت شهداء سوريا يستهدف قوات الطاغية بشار الأسد بقذائف الهاون الله أكبر الله أكبر. 15-12-2012 تجمع كتائب والبيت شهداء سوريا يستهدف قوات الطاغية بشار الأسد بقذائف الهاون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. 15-12-2012 الله أكبر. استهداف عناصر الطاغية بشار الأسد من قبل قوات الجيش الحر تكتل والويت وكتائب شهداء سوريا يستهدف عناصر قوات الطاغية بشار الأسد الله أكبر الله أكبر. قوات الجيش الحر تستهدف معاقل قوات الطاغية بشار الأسد 15-12-2012 بقذائف الهاون الله أكبر. تكتل كتائب والويت شهداء سوريا يستهدف مرابط قوات الطاغية بشار الأسد تجمع كتائب والويت شهداء سوريا يستهدف الله أكبر. استهداف قوات الجيش الحر لعناصر الأسد الطاغية بشار الأسد بقذائف الهاون الله أكبر الله أكبر. استهداف جنود الأسد الطاغية بقذائف الهاون من قبل عناصر الجيش الحر الله أكبر. الله أكبر. استهداف عناصر الطاغية بشار الأسد من قبل كتائب الجيش الحر
الله أكبر. 15-12-2012. الله أكبر. 15-12-2012. كتاب الجيش الحر تستهدف قوات الأسد بالهاون. الله أكبر. الله أكبر. تجمع كتائب والوية سوريا يستهدف قوات الطاغية بشار الأسد. كتائب والوية شهداء سوريا.